موسم زراعة القصب هو فترة مهمة في صناعة الزراعة وإنتاج السكر وفقاً للتوقعات، فبيتوقعوا إنه بيشهد موسم زراعة القصب السنة دي إنتاج قوي وتحسن في الأداء الزراعي. أما نزرع في شهر نحرث ونزرع في شهر 5، بعد يعني حوالي 20 يوم أو 25 يوم ابتدى يخد، يقعد حوالي 45 يوم ونروي، وبعد كده نعزقه، وبعد كده يقعد له بتاع 20 يوم ونروي تاني، وبعد كده نبدأ نفجه سرايب، وبعد كده كي يشرب كل 20 يوم، وبعد بعد كده ياخذ سماد مرة أو اثنين كماو، وبعد كده بيشرب كل شهر أو كل 20 يوم، كل شهر أو كل شهر، حد ما يجي موعد شهر 5 نفس المواعيد يتكسر. هو ملوش مشاكل القصب، غير ممكن يسوس منك بس، لكن هو ملوش مشاكل، ربه تفحم بتاع اسود كده في بس بعد ما يقدم شيء بعد زرعتين ثلاثه انه ما يقعد 5 سنين في الارض من بدايه فجه لحد ما، وبعد كده نجي مدينه ميه يا خفيفه برض هياخد كماوي. هو كان مرحله السماد هو ما انت عشان اما تدي له مرتين ثلاثه كماوي تقيل يعني عشان الانبات. السوس دي عايزه ان هي الارض دي المفروض تشرب يا اما بجاز واما تترش، عشان هي العقبه اللي عندنا اللي هي السوسه دي. يعني اعلى محصول ان احنا مثلا زرعناه في شهر 7، يعني شهر 4-5 تاخد منه محصول. وبيرتبط القصب بعيد الغطاس المجيد لعده اسباب، منها ان عيد الغطاس المجيد بيرتبط بمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن. كمان في بعض المناطق بيتم استخدام القصب في الاحتفالات المحلية المرتبطة بعيد الغطاس، فبيتم تزيين القصب بالألوان والأزهار وبيتم حمله في موكب، وبيعتبر جزء من تعبير المجتمع عن الفرحة والتجديد في اليوم المميز ده. كمان بيكون ارتباط القصب بعيد الغطاس ناتج عن تقاليد محلية وموروث ثقافي بيمتد لعدة قرون، فبيمتد للعصور الوسطى، وربما بتكون مرتبطة بتقاليد شعبية قديمة بتتعلق بالماء والطقوس المائية.